أشكرك على هذا التحليل. وعندي الحقيقة سؤالين تانيين. دلوقتي الأمور واصلة إلى كان يعني في الساعات الأولى من مساء الأمس كان هناك تشكيك في النتيجة، وكان في كلام إنه أردوغان قد استعان بعدد من رموز الإخوان، وفي صور حتى تداولتها كل المواقع الإخبارية حول العالم. وفيما بعد كانت هناك في الساعات الأولى من فجر اليوم كانت هناك تظاهرات حاشدة في شوارع تركيا رافضة لهذه التعديلات الدستورية. السؤال الآن المطروح على الساحة، ماذا بعد ذلك؟ وماذا إذا ما ثبت لدى الشعب التركي يقينا، الشعب التركي والبرلمان، أنه أردوغان قد استعان برموز من الإخوان؟ ودي بعد صور المظاهرات اللي وقعت منذ ساعات قليلة اعتراضا على التعديلات الدستورية، وخصوصا أنه الفكرة بتعيد تاني للأذهان. ده بيقول وصل حتى أنه بيقول لك أنه أردوغان استعان أيضا، وده يمكن مبدأ الإخوان أو طريقتهم دائما في كسب الأصوات وجعل الشارع يفعل ما يريد وما يخدم مصالحه. فكرة توزيع المنتجات الغذائية يمكن تكون عن قصة عندهم مختلفة شوية، مش زيت وسكر، لكن هي المبدأ واحد. الحقيقة المبدأ واحد. خلونا ناخد معا على الهاتف الأستاذ إسلام الكتتني، الخبير في الشأن في الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. أهلا بك يا أستاذ إسلام. اهلا بك وتحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام، كل عام وانتم بخير بمناسبه اعياد الربيع. وانت طيب وبالصحه والسلامه يا فندم. استاذ اسلام، احنا دلوقتي عندنا تشكيك في النتيجه. حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا طبعا اعتبر قرار هيئه الانتخابات بقبول اوراق التصويت غير مصدقة، أنه ده أمر مثير لتساؤلات بشأن نزاهة الاستفتاء، بيشككوا إذن في الانتخابات، بيشككوا في القضاء اللي أشرف عليها. أحزاب المعارضة التركية بتقرر الطعن في نتيجة الاستفتاء، هم تحديدا حزبين معارضين رئيسيين اللي هم اللي في تركيا وحيطعنوا في نتيجة الاستفتاء. وعندي كمان تظاهرات ضخمة وحشدة ضد أردوغان بعد الإعلان عن الاستفتاء. كيف ترى الوضع، وماذا إذا ثبت يقينا أنه أردوغان قد قام بالاستعانة برموز وعناصر من الإخوان لتسويق الفكرة إلى جموع الناخبين؟ ده جزء طبعا غير جزئية قضاء بقى، يعني مشي الأمور مشت بنزاهة أم لا، دي قصة تانية. بنتكلم على موقف الشارع يا فندم الآن. نعم، هو في ملحوظة مهمة جدا، بالرغم بغض النظر عن فكرة ان في تزوير حصل في الانتخابات، لان ده هيبقى متروك للقوى بالظبط على رأسها الحزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال أوغلو، هيلجأوا طبعا لكل الطرق لإثبات هذه الجزئية. لكن الملاحظة المهمة ان هذا حتى وصلت بهذه الطريقة، يعني النفوذ بطعم الخسارة، فوز بطعم الخساره، بمعنى ان كان في استطلاعات راي بتقول ان الاستفتاء هيعدي بنعم بنسبه 62%. فكون ان حزب العداله والتنميه الذي ينتمي اليه اردوغان هو الحزب الحاكم والحزب الاخواني الذي قائمه افكاره على منهج الاخوان، انه يحصل على 51.5%، ودي ده يعتبر يعني المفترض انك انت بتزيد الشعبيه، لكن كده في انت بتخسر، فاهم؟ حتى برضو وصفوا المحللين والخبراء خساره التيار الاخر اللي هو يمثله التيار المعارض بقياده حزب الشعب الجمهوري انها خساره بطعم الفوز، يعني يعتبر هم كسبوا معنويا يعني. فانت مش بتكسب ارضيه جديده، بالعكس انت بتخسر في الارضيه بتاعتك. فدي تعتبر دي النقطة اللي هي ايه، الحزب العدالة والتنمية او اردوغان يعني اللي بيحط تحتها 100 علامة استفهام. نيجي للنقطة الثانية، ان كون انك انت تلجأ للاستفتاء لتمرير تعديلات دستورية الغرض منها رجوع الدولة التركية الى مصاف العالم الثالث، فطبعا دي تعتبر انتكاسة ان تركز، يعني معظم دول العالم تميل الى ان يبقى في توازن اتجاه الى الديمقراطيه اكثر وان يبقى في توازن ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. بغض النظر ان في بعض الدول، يعني امريكا ما هي نظامها رئاسي، بس برضه في من القوانين ومن المؤسسات ومن حاجات كتير جدا بتخلي في توازن ما بين سلطه الرئيس وسلطه البرلمان والى اخره. كونك انت ترجع بالدولة التركية لعشرات الخطوات إلى الوراء، فده يعتبر انتكاسة، مش دي حاجة. ودي تأتي في صالح الحلم الأردوغاني أو
الذي يدعى اليه اردوغان ان هو مشروع هو. انا كنت لسه بسال الحقيقه استاذ نشأت الديه حالا دلوقتي، هل في اعتقادك انه، وهكرر السؤال على حضرتك تاني يا استاذ اسلام، هل في اعتقادك انه اردوغان ما زال لديه بعض ما زال لديه الحلم؟ مش ما زال، ده شيء مؤكد وشيء، لانه البعض يا فندم بيقول لك ما هو خلاص بقى، ده دي كانت فكره عنده، كان هاجس شيطاني كده عنده وراح، وبعدم القدره على التمكن من مصر وباسقاط نظام الاخوان في مصر الفكره دي بدات تروح عنده، فالبعض ممكن يبقى شايف ده. لان ده اولا لسببين، السبب الاول ده في المنهج الاساسي بتاع الاخوان على مستوى فروع الاخوان كلهم، ان ايه فكره ايه اللي عندهم 7 مراحل للتغيير، المرحله السادسه اللي هي الخلافه، وبعد كمان الخلافه استاذيه العالم، يعني فاهم، يعني الفكره تسود العالم كله يعني. فدي رقم واحد. رقم اثنين شخصيه اردوغان، يعني فهي شخصيته كده. رقم الامر الثاني ان انت اردوغان في اوساط الاخوان مش في مصر بس، يعني عامه تنظيم الاخواني الدولي، نعم، ان اردوغان النموذج، يعني فاهم، النموذج اللي هو الـ يعني اكثر نموذج يعتبر في العمل السياسي اللي وصل ليه الاخوان للرمزيه، يعني في نماذج كتير في المنطقه كلها في العمل السياسي اللي مارسه الاخوان، سواء في مثلا في المغرب، في الجزائر، في تونس، في الكويت، في الاردن، لكن نموذج اردوغان يعتبر التوب، يعني النموذج الملهم في العمل السياسي، لانه هو ربما برضه يا استاذ اسلام، وعشان نكون بنتكلم بصراحه، ربما برضو البعض بيربط ما بين النظر إلى أردوغان على أنه رمز للمشروع الإخواني زي ما حضرتك بتقول دلوقتي، بفكرة أنه اقتصاديا جعل بلده الحقيقة قوية جدا. دي حاجة مش هنتكلم فيها. دي نقطة حضرتك برضو إيه، إحنا مش يعني صحيح بقى إيه، يعني هو قوى اقتصاده جدا، مش يعني دي حاجة واضحة جدا، طبق قوانين جدا عنده في البلد، ولكن هنتكلم بقى ديمقراطية يوك مفيش، يعني معارضة يوك مفيش، يعني بيقول لك حتى هم حزبين اللي اعترضوا على نتيجة الاستفتاء، لان برضه هناك طبيعة الدولة التركية هي دولة المفترض في دستورها انها دولة علمانية، فهو طبعا في بالنسبة له هو بيخوض معركة شرسة لتحويل هذه الدولة من دولة علمانية الى بين قوسين دولة اسلامية بمفهوم الاخوان، فهو ففي خطوات تدريجيه، هو ماشي بخطه مرحليه، هو الموضوع ما جاش اعتباطا كده، فكان لابد الاول عشان نكسب الشعب نعمل ارضيه نقوي الاقتصاد، فيبدا ياخد ايه؟ ياخد زخم شعبي، وبناء عليه يبدا بعد كده سنه سنه رويدا رويدا يحاول يغير عشان يصل الى الاجنده اللي هو في دماغه، فدي الخطه اللي ماشي عليها اردوغان. فطبعا الموضوع اللي حصل في تركيا ده موضوع ليه تداعيات كثيره جدا، تخيل ان دلوقتي القرار خلاص هيبقى قرار الرئيس، كل السلطات مرتكزه، يعني الموضوع هيحول تركيا يعني تركيا ما قبل الاستفتاء الى تركيا يعني تختلف تماما بعد الاستفتاء، يعني خلاص دلوقتي السلطه هترتكز في يد اردوغان، هيبقى حر في اصدار القرارات، وفي 18 زي ما انت حضرتك اتلفت 18 ماده للتعديلات، فطبعا خلاصتها ان خلاص الدوله هتتحول الى دوله رئاسيه. ولكن اعود للنقطه اللي قلت عليها، انت كونك تحظى ب 51.5% دي حاجه تمثل خطوره عليه هو، يعني معنى ذلك هل انت ضامن ان انت لو نزلت انتخابات في الفتره القادمه او بعد 2019، لان في المفروض فترة انتقالية سنتين، هل انت ضامن انك انت تحظى بالفوز في الانتخابات الرئاسية؟ هو دي نقطة مهمة جدا يا استاذ اسلام. نعم. هي برضو امبارح الناس كنا بنتكلم في الجزئية دي. هو دلوقتي بحسب التعديلات الدستورية هو دلوقتي بعد 2019 ليه حق ان هو يترشح مرتين كمان، صح كده؟ نعم. يعني احنا بنتكلم ان هو ممكن يفضل في الحكم ل 2029 2029، لكن ما انا بقول لحضرتك، لكن انت 12 سنة ونص في المية، دي برضو موضوع مقلق، يعني انت لسه برضو الشعبية بتاعتك يعني برضو مش في تراجع مش في ازدياد، فدي نقطة برضو ايه نحط تحتها من نعم. بشكر جزئية الاخوان اللي هم في تركيا، طبيعي الاخوان اللي في تركيا هيساعدوا لان هم اخوان، هو حزب الحرية العدالة والتنمية حزب اخوان طبعا. يعني فدي طبعا بالنسبه لهم كان برضو في حاجه مهمه برضو اخيره، يعني وجود الاخوان الهربين في تركيا طبعا بالنسبه لهم تركيا محضن امن جدا ليهم اكتر من اي محضن تاني، لان اللي في الحكم اخوان اردوغان.
أو يعني بشكرك يا فندم، بشكرك جزيل الشكر الأستاذ إسلام الكتتني الخبير في شؤون الحركات الإسلامية. بمناسبة الحديث عن دعم الإخوان لي، هو طبعا موضوع أنه يعني هو نظام إخواني وهو لا ينفي ذلك ولا يسعى حتى إلى تغيير هذه الصورة، هو يعترف أنه نظام إخواني. دي صور لمجموعة من الرموز الإخوان اللي بيقال أو بتؤكد المعارضة التركية والمواقع الإخبارية بشكل عام بتؤكد أن أردوغان قد تم الاستعانة بها لتمرير التعديلات الدستورية لإقناع الشارع التركي بالاستفتاء على هذه التعديلات. خليني أقول أن كانوا من ضمنها الحقيقة صورة معانا للإخواني الهارب محمد الصغير. المعارضة بالأمس أصدرت بيان، معارضة في تركيا بتؤكد أن هذا الإخواني اللي هو الإخواني الهارب محمد الصغير قد قام بعدة جولات في محافظات جنوب شرق تركيا لحث المواطنين الأتراك على التصويت بالموافقة على تلك التعديلات. والحقيقة إنه زي ما كنت بقول من شوية لحضراتكم، طبعا دي صورهم، وزي ما كنت بقول هو مين فيهم اللي في الصورة؟ هو اللي لابس البلطو أو الطاقية البيضة، اللي يعني الجلابية بيضة من تحت وعليها بلطو أسود على اليسار شوية، ده الإخواني الهارب محمد الصغير، وهو من تم رصده في تركيا يحاول قدر المستطاع إقناع الناس بتعديل تمرير التعديلات الدستورية. خليني أقول كمان أنه زي ما كنت بقول من شوية أنه تم أيضا رصد يعني خلال التواصل مع الشارع التركي للموافقة على هذا الاستفتاء، تم رصد أيضا توزيع هدايا ومواد غذائية وبطاطين عبر زيارات لعناصر من أمانة الشباب بالحزب الحاكم التركي حزب التنمية والعدالة، وزعوا مواد غذائية وهدايا وبطاطين.